تصير هيك. بس بتقلب مسموحة. الفكرة الحقيقية مجبور انك تفشها لأبعد من الحياة. وتفوت لجوه. في جوات الحياة. خدني حبيبي وديني نسكن بالفضاء، حبك وبهمسة حكيني وما يسمع حدا، ايديك يغلو ايدي اغرق فيك وتغرق فيي، وعينيك يضيعوا بعيني ونحلم عالهدى. خدني حبيبي وديني نسكن بالفضاء، حبك وبهمسة حكيني وما يسمع حدا، ايديك يغلو ايدي اغرق فيك وتغرق فيي، وعينيك يضيعوا بعيني ونحلم عالهدى. حبك وبهمسة حكيني وما يسمع حدا، ايديك يغلو ايدي اغرق فيك وتغرق فيي، وعينيك يضيعوا بعيني ونحلم عالهدى. عدني غريبي قتلني حبيبي، حبك بتعيش بغربة عطول مدى، حبيبي وحدك حبيبي وغيرك ما حدا، عينيك يضيع بعيني ونحلم عالهدى. ما تعمل شيء انت وسط الكلام. وسط الكلام. أنا بفيدوني هول الدمعات إذا بتبكيهم أحسن لنا، لأنه هذا الشعور اللي ناقصنا. يعني حتى إذا فيك تعلي صوتك، علي صوتك لحتى نحسك مزبوط عم بتحسيهم هدول الأشياء. نفسيتها تغيرت دغري. فاتت بالمود تبع الغنية. كتير مبسوطة اليوم، تكي بتشتي، تكي بتتلوش، تكي بتطلع خطيطة، تكي ما بعرف شو، وأكلت هذا أهم شيء، إنه أجملها بفيديو كليبات ما باكل. كلهم بروفيشنال وكلنا مرتاحين مع بعض. بس أكثر شيء كان انتبهي بس شو هي نفسي قاعدة شو هيك بتركض ما رح تركض على راس صبيعة هلا ما رح تركض على يمشي حالها بيمشي حالها يلا رول كاميرا اكشن عليك يضيع بعيني ونحلم على الهدى عليك يضيع بعيني ونحلم على الهدى نحملها انا وياك واحد هو واحد هون نصير هون عم بتشتت الدنيا هو مكسور فينا وعندنا مهدا بس ما نشك كلنا انا وياكم ما نشك بديابنا احنا جاهزين هي بدها هلا بتشوفوا هي بدها تأزز
هون انتبهوا هون انتبهوا بهذا الصباط ما راح فيكي بهذا الصباط شوي 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 هون في تسقيط خليكي محلك خليكي محلك ما تروحي محل زاحت هذه يا شباب لا 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 هبه اوكي يلا بدل الي ما بدها هبه خايف واحد هدية واحد حدا على يمين حدا على شمال على راس اصابعي بس 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 رجع انت ما تضحك ضحكك شوي 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 تعال شوي شوي مش بسرعة على مهلك ما تخافي رح بتهز هيدي انا حدك صح وبتكرجيها هيك اذا بتقدري تكوني اكليبري بتروحي معها وبتجي معها الي نحن جاهزين يلا ونحن كمان انا رح اترك هبة عروس اصابيعك هذا عم بصور سيلاس تراك شباب هبت اكشن شوي شوي حطيها بالماء على مهلكم شباب على مهلكم سبقتوها شوي شوي ولك على مهلكم طيب حطيها بالماء كملوا شباب مع الشخطوره كملوا لبعيد هلا نرجع نحطها يخرب زوجك نزلها بالماء كيف بدي احطها كيف بدي اطلع هلا انا بطلعك طيب يعني هلا كان رعب خبرينا شو حسيتي يعني كثير تسليت مش ارعب شيء عملته ما بكيت بيقول لك بكيت قولي له كذاب وين كنتي وهلا قد الساعه هلا قد الساعه الساعه هلا تنتين ونص رح نخلص الفيديو كثير تنتين ونص ورح نخلص تنتين ونص ساعه تنتين ونص اوكي هذا جريج هاي هاي وهذه ميا يلا باي